استاذ مجدي، برضو يعني طبيعه الموقف عندكم في دار الهلال يعني بتشوفها ازاي؟ شوفي، من حيث انتهى سياده النقيب في نوع الخدمه وتوصيف وتصنيف الخدمه اللي موجوده، انا بقدم خدمه من نوع خاص، بقدمها في اصدار اسبوعي. انا دار متخصصه في الاصدارات الاسبوعيه. عندي نفس المشكله اللي بيعاني منها الاهرام واللي بتعاني منها كل مؤسسات الدوله في اسعار الورق. انما تعالي خلينا يبقى عندنا برضو نوع من الصراحه، او عندنا صراحه اكثر بقى ونتكلم بوضوح. عندنا مشاكل تانية ممكن تكون مؤثره في تراجع توزيع الصحف والمجلات. وانا دي وجهه نظر خاصه، يعني انا بقولها، انا مسؤول عنها. ايه هي الاسباب اللي هو فكره المحتوى للاصدار؟ المحتوى من حيث القوالب الصحفيه التي تقدم في الاصدار. وانا مش بوجه كلامي يعني يمكن لاصدارات انا تحديدا في دار الهلال، انما بشكل عام نوع الصحافه اللي موجوده، الصحافه تقليديه في معظم الاصدارات الورقيه. فكره التطوير للاصدار، فكره تقديم الوجبه بشكل اكثر، انه يعني يجذب القارئ بشكل اكثر. يعني زي ما احنا بنقول في يعني معوقات اكبر من قدراتنا اللي هي الاسعار والتكلفه والصناعات المهنه والكلام ده، انما ايضا علينا احنا جزء ان احنا نطور اصداراتنا، علينا ان نجود المحتوى بتاعنا. طب ده ليه مش بتعملوه يا استاذ مجدي؟ يعني اذا كان ده في ايديكم او الجزء اللي خاص بيكم بتعملوش؟ يعني ده انا عايز اقول لك ان ده برضه بنوع من الشجاعه الادبيه، ده تقصير يعني ربما من بعض رؤساء التحرير زملائنا. والمفترض انه يبقى في دراسات بتقول الشارع عايز ايه تحديدا في الاصدار الورقي، بدل ما انا بقعد اشتغل بشكل تقليدي، ما طورش الماكت بتاعي، ما طورش الوجبه بتاعتي، لانه انا اعرف كده. واحنا يعني يمكن الشارع المصري دايما بيروح جري على العنوان الموضوعي، العنوان الكويس، القالب الصحفي اللي بيتناقش بشكل موضوعي، اللي بعيد عن الاثاره. فانا دايما انا يعني تحديدا اهتم بالمحتوى الصحفي في التحقيق، في فكره التحقيق، في الرساله، في المسج، في كل ما يقدمه الاصدار من محتوى صحفي للقارئ. وانا اتصور انه لو تم التاكيد على ده وتم الاهتمام بيه قوي، هتفضل الصحافه الورقيه يعني في حاله مرض، ولكنها لا تموت ابدا ان شاء الله. مش هتموت الصحافه الورقيه، لانها الاصل في كل الاعلام، حتى الاعلام الفضائيات والميديا الاساس فيه الصحافه. فاحنا محتاجين ننهض من جديد، محتاجين ان احنا نثبت وجودنا، محتاجين ان بس هل ارقام التوزيع عند حضرتك بتقول انها لن تموت؟ يعني انتوا بتوزعوا كام؟ مش هقول لك كام، انما في توزيع ايجابي. مش ليه مش هتقول لي كام؟ يعني ما فيش الاستاذ سياده النقيب موجود اهو، ما فيش حد في الدنيا يقول لك انا بوزع كام. انا ممكن اقول لك بوزع 10 ولا انا بوزع 2. لا، انا بعتز بجرناني وبعتز بمجلتي. يعني لا، هي صراحه يعني صراحه حضرتك، ويعني حقيقه هقول لك يعني نحييك عليها، لانه بتشوف التوزيع التقصير جاي منين. حتى وان كان من الدوائر الخاصه بي، ما اقولكيش كام، انما انا اقول لك التوزيع في تراجع. وفي تراجع مش عندي فقط في اصداراتي، عند الجميع. عند الجميع التوزيع في تراجع. هي بقى فكره ان انا ابحث المحتوى الصحفي واعيد النظر فيه من جديد، ربما ان ده على الاقل يثبت توزيع او يرفع التوزيع.